الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام أعزائي المشاهدين لقناة مدني في سلسلة المتواصلة معكم الأعمال التي تدخلنا الجنة. اليوم إن شاء الله عز وجل نسمع عن ثواب الصلاة مطلقا وأيضا ثواب الركوع والسجود وثواب طول القيام وثواب الصلوات الخمسة والمحافظة عليها. أولا نسمع فضل الصلاة والسلام على رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فضيلة العلامة الداعية الكبير أبو بلال محمد الياس العطار القادري حفظه الله تعالى نقل حديثا في كتابه الأزهار من روضة الأبرار، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ثلاثة تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: من فرج عن مكروب أمتي، ومن أحيا سنتي، ومن أكثر الصلاة علي. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثواب الصلاة مطلقا أولا نسمع عنه إن شاء الله عز وجل، وننوي من الآن إن شاء الله نعمل بها. لولا نلتزم بالصلوات الخمسة، تعالوا بنا ننوي نلتزم بالصلوات الخمسة. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعالوا بنا نعبد الله عز وجل لكي يرضى عنا الله عز وجل. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة، يعني يمحو الله بها أي بالصلاة سيئاتنا. سمعنا هنا قال هذا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب: لبيك يا رسول الله. سبحان الله. فضيلة العلامة الشيخ أبو بلال محمد الياس الطار قادري حفظه الله، الحمد لله، علمنا أن نرد على أخينا لبيك عندما هو يسمينا أو ينادينا، فنقول لبيك لبيك. هذه أيضا ثبت من السنة، فينبغي لنا أن نتعود على أن نقول لبيك. ولو ابننا يقول بابا نقول لبيك، لو قالت لنا زوجة أو تنادينا نقول لبيك،
یوجد فیہ حسنات نکون من الماجورین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ خیر موضوع فمن استطاع ان یکثر فلیکثر. الدنیا فانیہ الدنیا منقطعہ متى نرتحل من هذه الدنيا لا نعرف متى تغرب شمس حياتنا لا نعلم علينا ينبغي لنا ان نكثر من الصلوات. وقال بكر ابن عبد الله المزني من مثلك يا ابن ادم اذا شئت ان تدخل على مولاك بغير اذن دخلت. قيل له وكيف ذلك؟ قال تسبغ الوضوء وتدخل محرابك فإذا أنت قد دخلت على مولاك تكلمه بلا ترجمان. سبحان الله أيها المسلم كأنك في الصلاة تتكلم مع الله عز وجل بلا ترجمان. تعالوا بنا نسمع عن ثواب الركوع والسجود في الصلاة. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه الآية توجد فيها ذكر السجود والركوع. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ما منكم من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. الصلاة تدخلنا الجنة. تعالوا بنا نصلي الصلوات الخمس بالجماعة في المسجد كما يذكرنا أبو بلال محمد إلياس العطار القادري حفظه الله يوميا بسورة جوائز المدينة. السؤال الثاني هناك 72 جائزة منها الثاني هل صليت جميع الصلوات مع الجماعة في الصف الأول وحاولت اليوم أن تأخذ معك واحدا إلى المسجد إلى كل صلاة؟ هذه جوائز المدينة تذكرنا. فدعني أقول هذه محاسبة الأعمال. لو نحاسب أعمالنا نترك الكبائر والصغائر ونبادر إلى الأعمال الصالحة لكي نرضي الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان. فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. رواه الطبراني. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال أتيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي قبض فيه فقال يا ابن أخي ما أعملك إلى هذه البلدة أو ما جاء بك؟ قال قلت لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال بئس ساعة الكذب هذه. سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا
هنا يشك سهل يحسن فيهن الركوع والسجود والخشوع ثم استغفر الله غفر له، رواه أحمد. وعن معدان بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله تعالى، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته ثالثا فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فماذا أجاب؟ استمعوا. فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحتى عنك بها خطيئة، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود، رواه ابن ماجه. وعن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، وضوء الماء الذي يتوضأ به، فقال لي: سلني، اطلب مني شيء. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك. سبحان الله، أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، عنده اختيار، عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اختيار، أو غير ذلك. نعم، أعطيتك مرافقتني في الجنة، هل تريد غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. ورواه الطبراني أطول منه ولفظه قال: كنت أخدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فبت عنده يقول، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقلت: أنذرني حتى أنذر، وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا فانية منقطعة، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا قاسم والله يعطي. بشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالجنة 10 أصحاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، منها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر فاروق الأعظم رضي الله تعالى عنه، سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه، وعلي مرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم، عنده اختيار من الله عز وجل بإعطاء الله عز وجل. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله
من ان یراہ ساجدا یعفر وجہہ فی التراب رواہ الطبرانی. وعن ابی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا فاطمہ ان اردت ان تلقانی فاکثر السجود رواہ احمد وابن ماجہ باسناد صحیح الا انہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل استقیم علیہ واعمل قال علیک بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله به درجة وحط عنك بها خطيئة. هناك انتباه، هناك ملاحظة، كثير من المسلمين لا يسجدون إلا قليلا، يعني يسجدون مقصرين، يسجدون يقول سبحان ربي الأعلى ويرفعون رؤوسهم. ينبغي لهم ولنا أن نسجد ونستغرق فيه وقت لكي نتكلم مع الله بلا ترجمان. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثروا الدعاء رواه مسلم. أعزائي المشاهدين إليكم بعد الأحاديث عن ثواب طول القيام في الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. ما معنى القنوت؟ المراد بالقنوت في هذا الحديث القيام. وعن عبد الله بن حبشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام رواه أبو داود. وقد قال بعض العلماء إن الأفضل بالنهار كثرة السجود وبالليل طول القيام كما جاء في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وجمعا بين الأحاديث والله أعلم. أعزائي المشاهدين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إليكم بعد الأحاديث عن ثواب الصلوات المفروضات والمحافظة عليها. قال الله تعالى في القرآن المجيد والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقال سبحانه تعالى إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إليكم بعد الأحاديث عن ثواب الصلوات المفروضات والمحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة.
قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا. فلما ولى يعني ذهب عنه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. رواه البخاري ومسلم. سبحان الله، تعرفنا على هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعرف ان هذا الشخص من اهل الجنه، يعني هو يعرف علم الغيب، من الذي يدخل النار ومن الذي يدخل الجنه. وفي روايه لابي داود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله من احسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن واتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. العياذ بالله تعالى. اللهم اجرنا من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن افضل الاعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاة. قال ثم ما؟ قال ثم الصلاة ثلاث مرات. قال ثم ما؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه أحمد وابن حبان. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه في وجهه البشرة وكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة. وقيل له ادخل بسلام. رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان. وعن أبي عثمان رضي الله تعالى عنه قال كنت مع سلمان تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولم تفعله؟ قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه تحت شجرة وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولم تفعله؟ قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاتت عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. أعزائي المشاهدين،
ننوي ان شاء الله عز وجل نلتزم بالصلوات الخمس في المسجد بالصف الاول بالجماعه. نسال الله تعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وما علينا الا البلاغ المبين.